صباح الخير، منير عجم. مسجل الفيديو على السريع، يمكن شوية فشة خلق أكثر من أي شيء تاني. حابب أحكي شوي على البروجكت مانجمنت كعلم، وين رايح وين جاي وشو بالنسبة له عالميا وببلادنا. بطبع علم إدارة مشاريع اليوم خلال يمكن السنوات الأخيرة ولا العشرة 15 سنة الأخيرة صار علم مستقل، بس إسا للأسف في كتير مؤسسات وشركات ودول ما اكتشفت ولا ما انتبهت ولا ما فهمت إنه إدارة المشاريع اليوم هو علم مستقل من أي علم تاني. بالطبع هو ممكن يكون مرتبط بالهندسة إذا مشاريع هندسية، أما مرتبط بالإدارة الأعمال إذا مشاريع إدارية، ولا مرتبط بالتكنولوجيا إذا مشاريع آي تي وسوفتوير. اللي عم بلاحظه أخيرا إنه بالطبع خلال 20 يمكن سنة الماضية العلم إدارة المشاريع عم بتطور ويكبر وينتشر بصورة أكثر. يعني حتى بعض الإحصاءات اللي بنشوفها اليوم إنه نسبة كبيرة، يمكن أكثر من نص أما تلتين المؤسسات، يمكن هذا الرقم غربي بالدول الغربية أكثر منه بالدول العربية، صار عندها مثلا مكاتب إدارة مشاريع وأمور من هالنوع. هلأ تطورات عم نحكي، يمكن الموضوع في بدنا نحكي يمكن شيء فيديو تاني عن الموضوع، هل Project Management هي Profession، يعني كلمة Profession بالإنجليزي، وبطبع في ديبات على الموضوع مش حأدخل فيه بهالفيديو، ممكن فيديو لاحق. بس اللي عم نلاحظه اليوم انه اليوم تصير Project Management Profession احد النقاط الاساسية فيه انه بلش فيه اعتراف من قبل الدول. هلأ بلاحظ نحن انه اللي عم بصير مؤخرا، يعني من كم شهر باليوكي في منظمة اسمها APM Association of Project Management اخذوا الشيء اسمه باليوكي Charter Status، يعني صار تقريبا مقصود فيها انه بالبروجكت مانجمنت دومين منظمة APM صار تعتبر معترف فيها انه كبروجكت مانجمنت هي مهنة، وصار انه بيطلع له Charter Status يعني مثل Professional Engineer اما شيء. هلا ما بنعرف التفاصيل كلها، بس مبدئيا شو معنات هالشيء هذا. إضافة إلى موضوع الـ APM اللي صار بالـ UK، هلا interesting enough هو موضوع يمكن كمان بده فيديو لحوله، إنه PMI جربت تحارب هالشي، جربوا يمنعوا إنه الـ APM تصير charter status. هلا بأمريكا كمان قبل ما خلصت ولاية أوباما طلع قانون اللي اسمه Program Management ما بعرف Accountability Act شيء من هالنوع، اللي صار هو انه بيفرض على المؤسسات الفيدرالية بالولايات المتحدة انه لازم يصير عندها formalized processes و system للprogram management وللaccountability، تصير في accountability من ناحية ادارة البرامج الحكومية على مستوى بالطبع عم نحكي نحن على الحكومة الفيدرالية هون. هلا بالنسبة لهالموضوع هذا للعالم العربي، السنة بالطبع شوي يمكن متخلفين بالموضوع. هلا لا شك اعتقد انه يمكن كتطبيق علم اداره مشاريع يمكن بدول مثل الامارات يمكن هي الاكثر رياده بالعالم العربي، ويمكن السعوديه كمان من ببعض المنظمات كمان عندهم استخدام عالي للبروجكت مانجمنت، وبقيه الدول يمكن يتفاوت الموضوع. هلا بس للاسف دائما ما عم بيصير في شيء مركز كحكومات. هلا مش السنه سنتين صرت اواصل لموضوع انه مثل ما عرفت انه بالسعوديه عم بجربوا ياسسوا شيء هيئه اما مؤسسه تابعه لمجلس الوزراء لو تابعه للرئاسه الوزراء، ما بتذكر التفاصيل، لانشاء مكتب لاداره المشاريع، يعني يصير مثل ناشونال اورجانيزيشن فور بروجكت مانجمنت بس كمؤسسات حكوميه تابعه للحكومه. قلنا ممتاز، خبر كتير حلو، وكانوا عم بجربوا يعملوا ريكروتمنت يجيبوا دايركتور وما دايركتور. المهم ما عرفت شو صار فيها لمشي أسبوعين. من أسبوعين سمعنا قرار أنه هيئته كهيئة هيدي صارت مشكلة موجودة، وبس للأسف عينوا شركة باكتل لإدارة هالموضوع هذا. يعني المتأسف فيه أنه مثلا دولة مثل السعودية صارون في عندهم شركات مثل سعودي أرامكو وغيرهم اللي صارون 30 40 50 سنة بيشتغلوا على مشاريع، وبروجكت مانجمنت أرامكو لحالها فيها فوق 1000 موظف بإدارة المشاريع، وبالطبع شركات مثل سابق كما بعرف كم 100 موظف وبالتليكوم بزنس وفي كتير شركات. بس النهاية طلعت وقت الحكومة بدها تركز على الموضوع اضطروا يرجعوا لشركة أجنبية تتجي تستلم إدارة الموضوع هذا.
هذا شيء انه بطبع الايجابيه انه على الاقل صار عم بيصير في اهتمام باداره المشاريع على مستوى الدوله، على مستوى اعلى مستويات الدوله. بس للاسف اللي صار انه تعيين شركات اجنبيه لهالموضوع. هلا كمان بالعراق من كم فتره كان بعد وقت كانوا الاسيان الامريكان هنيك دخلوا موضوع الجفرمنت ريفورم، ومن ضمنها يو اس اي دخلوا دعم موضوع البي ام بي سيرتيفيكيشن، حتى على مستوى مجلس الوزراء طلعت قرارات لدعم. بس للاسف كان التركيز على البي ام بي سيرتيفيكيشن، واجت شركه امريكيه تابعه ليو اس اي وبلشوا يعملوا تريننج. حسب معلوماتنا انه فوق ال 1500 شخص تم تدريبهم على البروجكت مانجمنت، بس نتائجها قليله جدا لعده اسباب. اول شيء نجاح البي ام بي، وطبعا البي ام بي بتطلب لغه، وبالعراق العربي اسيها اللغه الاقوى، وفي ضعف باللغه الانجليزيه، يعني من هالاكثر من 1000 شخص حسب معلوماتنا، وهذه معلوماتنا من هالمؤسسه هاي، تم تدريبهم على البروجكت مانجمنت سيرتيفيكيشن على البي ام بي بالعراق وخارج العراق. وللاسف نسبه اعداد البي ام بي بالعراق بعد سنين من هالتجربه هاي اسيها ضئيله جدا. انا بدي اقوله هون، حتى لو ما كانت ضئيله جدا، حتى لو كانوا اخذوا البي ام بي، هل كانت هالشيء حيؤدي لنتيجه؟ هل هالشيء حيغير يؤدي لتاثير على بتطوير الاداء الحكومي ولا تطوير الاداء المؤسسات؟ بس مجرد انه بعثوا ناس على السيرتيفيكيشن واخذوا البي ام بي. هلا كمان من يومين شفت ارتكل مكتوب هون من شهرين مكتوب بالامارات. مبدئيا واضح انه كان دوله الامارات وقعوا اتفاقية مع بي ام اي لجرب موضوع الكمان تطوير الكوادر البشرية بالحكومة الفيدرالية بالنسبة للبروجكت مانجمنت. بس حسب ما عندي التفاصيل، بس من المكتوب بالجرايد الواضح انه التركيز هو على تدريب 500 موظف من المؤسسات والهيئات والوزارات الفيدرالية على البي ام بي. يعني هون نرجع نلاقي انه مبادرة مميزة جدا، انه دولة الامارات على مستوى رئيس الوزارة عم تهتم بموضوع انه ضرورة ادارة المشاريع للمستقبل لبناء المؤسسات والعمل على مشاريع، وانه ضروري يكون في تأهيل كوادر. بس للأسف التركيز على البي ام بي سيرتيفيكيشن وتدريب 500 شخص. حسب خبرتنا خلال 15 سنة 13 سنة بالدول العربية، لما بتجي مؤسسات حكومية بدها تدرب على البروجكت مانجمنت سيرتيفيكيشن، يمكن من اصل من اللي بيحضروا صفوف البي ام بي يمكن اقل من 40-30%، يمكن اللي هن بيجربوا ياخذوا السيرتيفيكيشن، ويمكن نسبه النجاح اقل من النص. يعني بالنهايه من كل 100 شخص بيحضروا بي ام بي تريننج ممكن 10 ولا 15% اما 20% ماكسيموم اللي هن عم ياخذوا السيرتيفيكيشن. هلا هذا عدد يعتبر نجاح، انا ما مش موقعي هون انه احدد معايير النجاح. بالطبع لا بأس، يعني حتى لو 10% أوكي ممتاز إنه في ناس أخذت الدورة وفي ناس أخذت سيرتيفيكيشن، جيد جدا. بل هل هالشيء حيؤدي إلى تطور بالأداء الحكومي؟ I doubt it. مسجلين فيديو سابق أن إحنا عن موضوع التدريب بعلم إدارة المشاريع، هو علم تطبيقي، تدريب غير كافي. المؤسسات بحاجة لبناء نظام متكامل لإدارة المشاريع مع منهجيات محددة للقطاع الحكومي، وبعدين خذوا سيرتيفيكيشن قد ما بدكم. نحكي إسا أكثر بهالموضوع بالمستقبل. شكراً.